هنروح لخدمة أخرى من خدمات هذا الصباح ونتعرف على حالة الشوارع ونروح لاستعراض الحالة المرورية في بث مباشر لكاميرا إكسترا نيوز من داخل غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة مع زميلتي العزيزة شيرين مجدي مراسلة إكسترا نيوز. صباح الخير عليك يا شيرين وتفضلي. صباح الخير يا رامي، صباح الخير على كل مشاهدي إكسترا نيوز في كل مكان. بالفعل من داخل غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة بتابع معكم مشاهدينا الحالة المرورية لليوم الخميس 21 سبتمبر. وصلنا لنهاية الأسبوع ولنزال في ساعات الصباح الباكرة واللي بنلاحظ فيها كما تعودنا وجود انسيابية تامة في الحركة المرورية في أغلب الطرق والشوارع الرئيسية على مستوى محافظة الجيزة، وده اللي بنتابعه معكم مشاهدينا على الشاشات اللي بنلاحظ فيها وجود كثافات من خفيفة إلى متوسطة في هذا التوقيت، وإن كان الغالب يعني وجود الكثافات الخفيفة في هذا التوقيت. وببدأ معكم مشاهدينا من ميدان الجلاء واللي بنلاحظ فيه انسيابية في الحركة المرورية، ربما هذا التوقف وتوقف لإشارة المرور يعني ليس أكثر، لكن بشكل عام هناك انسيابية في الحركة المرورية لقادم من شارع التحرير باتجاه كوبري الجلاء، وكذلك أيضا سواء لشارع النيل السياحي أو شارع شارل ديغول. كذلك أيضا الوضع أعلى الشاشة داخل نفق الجلاء بلاحظ فيه أيضا انسيابية في الحركة المرورية. واستكمالا لهذه الشاشة بنتقل معكم مشاهدينا لشارع التحرير ذاته اللي بلاحظ فيه أيضا انسيابية للحركة المرورية لقادم من ميدان الجلاء باتجاه شارع السودان، وكذلك أيضا الاتجاه الآخر. كذلك أيضا الوضع أعلى كوبري الدقي اللي بلاحظ فيه أيضا انسيابية في الحركة المرورية لقادم من حديقة الأرمان باتجاه شارع البطل، وكذلك أيضا الاتجاه الآخر. انتقل معكم مشاهدينا لطريق اخر وشريان هام وكوبري اكتوبر واللي بنلاحظ عليه ايضا استمرار لحاله الانسيابيه المروريه، ربما بنلاحظ عليه بعض الكثافات المتوسطه ولكن انسيابيه تامه في الحركه المروريه للقادم من شارع البطل باتجاه القاهره الجديده ومدينه نصر، وكذلك ايضا الاتجاه الاخر بنلاحظ عليه وجود كثافات خفيفه في هذا التوقيت. كذلك ايضا الوضع بالنسبه لمنزل ومطلع شارع النيل السياحي ومنزل ومطلع الزمالك في هذا الاتجاه. كذلك أيضا الوضع يعني كما تظهر الشاشة بالنسبة لشارع النيل السياحي في كلا الاتجاهين بلاحظ فيه أيضا استكمالا لحالة الانسيابية المرورية. وانتقل معكم مشاهدينا لأعلى محور صفت واللي بلاحظ عليه أيضا استكمال للانسيابية المرورية بنشهدها في هذا التوقيت للقادم من دائري قوس الغربي باتجاه الرماية باتجاه جامعة القاهرة، وكذلك أيضا الاتجاه الآخر قادم من جامعة القاهرة باتجاه دائري قوس الغربي في اتجاه الرماية أو أكتوبر أو بالنسبة لدائري الزراعي أو المحور كاتجاه آخر. دي كانت جولة سريعة من داخل غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة اللي بنطمي فيها مشاهدينا على الحالة المرورية في هذا التوقيت. بعود إليك رامي في الاستوديو مرة أخرى. شيرين بشكرك جزيل الشكر على هذا التقرير الوافي والشامل للحالة المرورية، شكرا لك مرة ثانية.